عايزه اقول لكم حاجه، مش عارفه انتم متفقين معايا ولا لا، ان تلات ارباع الحاجات اللي احنا متعلمينها، طبعا احنا ماشيين على كتاب الله القران الكريم وعلى السنه، وغير القران الكريم والسنه في حاجات بديهيه، يعني هي القياس مثلا، يعني زي مثلا ما يجي يقول لك ايه الخمره حرام عشان بتذهب العقل، طب والهيروين مخدرات حرام ولا حلال؟ في حاجات بالقياس بدل هي بتذهب العقل هي كمان يبقى هي اكيد حرام، يعني في حاجات كده بالمنطق انت بتحللها وتحرمها لنفسك. الاجتهاد فكره ان انا جاهله وحماره ماسكه كتاب وبقول وبقرا ايه واستنبطت قلبي وقلت لا انا حاسه، يعني استفتيت قلبي كده انا اسفه وقلت ايه ان انا هستنبط إن أو, 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 او هفكر ان الايه دي بتقول كذا، لا هي معناها متهيألي ان هو كذا، لا معنى كذا، لا ارجع للمرجع الفلاني واقرا، لا ارجع للكتاب. الاجتهاد ده في حد ذاته ده تاخدي حسنات، ده اللي علمهولي وانا صغيره في المدرسه، ان الاجتهاد ده فيه حسنات. فكره ان انت تجتهد وتوصل لحاجه وانا اجتهد واوصل لحاجه واحنا مختلفين، ده مش الاختلاف ده مش غلط، لان الامام الشافعي كان بيقول ان الصواب بيتحمل الخطا والخطا بيتحمل الصواب، يعني احنا فكره ان احنا مختلفين اسمعك وتسمعني يمكن نوصل لحاجه صح. والاخلاق النبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان احنا بلاش نجادل كتير، الجدل ده مش حاجه لطيفه، نختلف بس بلاش الجدل. هل احنا دلوقتي لما بنشوف مناظرات للشيوخ على الفضائيات بنبقى مبسوطين من الطريقه ومن اللغه ومن خالد الجندي لما طلع اتكلم عني، هل انا احترمت اللي بيقوله؟ هل انا قلت اه والله ليه حق، مثلا انا هقوم اصلي دلوقتي توبه لله على اللي انا عملته ده واستغفر ربنا عشان انا عملت حاجه غلط لما طلعت ملحده على الشاشه؟ هو عمل عندي العكس خالص، عمل عندي العكس خالص لما قعد يتريق ويقول فتاة الشزلونج والمش عارفه ايه والبتاع، عمل عكس المفروض يعمله تماما. كنت اتمنى انه ينتقدني ويقول نفس اللي يقوله ويخليني ارجع عن حاجه وحشه انا عملتها لو عملت حاجه وحشه، بس انا ما عملتش حاجه وحشه خالص. دلوقتي في صفحات على الانترنت وفي يمكن اكتر من 35 ملحد بيعلنوا الحادهم بصراحة، وعاملين حركات في مصر بتقول للناس ان المفروض يبقى في حرية ان الواحد يبقى ملحد، وفي صفحات عليها 50,000 و100,000 والازهر دلوقتي والاوقاف وكل الناس بتعمل حركات ضد الناس التكفيريين وبتجيبهم وتحاول تهديهم وفي حركات سلفية برضو ضد الالحاد، والناس الحمد لله بتتحرك، ما طلعوش قالوا بقى اصل دي واحده نفسيه مريضه لا الناس ابتدت تتحرك بايجابيه ضد الموضوع ده، وانا سعيده جدا 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 ان احنا كنا من اول الناس اللي قلنا خلي بالكوا في ملحده 2 3 4 5 وده خطر كبير جدا.